في جناحنا في المؤتمر وحبينا نطرح جانب جديد لسناب شات اللي هي خاصية الواقع المعزز. الشركة اتخذت رهان قبل 10 سنوات أن تستثمر في هذه التكنولوجيا، وهذه بدأ من إيمان أن الواقع المعزز راح يرسم أحد المستقبل، أحد جوانب المستقبل اللي راح نشوفه في قطاع التكنولوجيا. مرايا الواقع المعزز تظهر لك تكنولوجيا في الواقع المعزز وكيف يتم تطبيقها في الفعاليات وفي مختلف المؤتمرات. فاحنا اليوم عندنا مثلا هذه المرآة، خلي لي انا اشي في الواقع المعزز تي تتعرف على جسمي وتتفاعل معه. طبعا هذه التكنولوجيا اليوم احنا مش نستخدمها بس لغرض الترفيه، بس كمان تساعد السمات والعلامات التجارية بحيث يكون تجربة تفاعلية مع مختلف الزبائن. في الدوحة بشكل خاص، يعني بداية من تاور ويب أو من مؤتمرات ثانية راح تزيد. واحد من هذه الاستثمارات هي العلاقة اللي بديناها مع مكتب التواصل الحكومي جي سي او، وإن شاء الله يعني راح تشوفون أن تواجدنا راح يزيد ويكبر من خلال مكتب ومن خلال فعاليات راح نطرحها إن شاء الله في 2024، وراح نحطكم عنها.